جدا دفع على بركات الله جياد وافراسي الثلاث سنوات التي في سجلها من انتصار حتى انتصارين على مسافة 1400 متر. التقدم الاحتفالي يبدأ الظهور الآن في صدارة هذه الأسماء في المركز الأول مع محاولات القدوم من تنافسي في المركز الثاني وكذلك محاولات الخشف الطروب أيضا للخروج الآن في المركز الثالث فيما الصدارة الاحتفالي في المركز الأول كما نتابع الآن وتنافسي في المركز الثاني. يظهر محاولات التقدم من الخشف الطروب المركز الثالث وظهور لمجحم في المرتبة الرابعة وكذلك حكاية مطر في المركز الخامس وانضم في المرتبة السادسة. هنا التنافس ما بين هذه الأسماء الباحثة عن انتصار جديد. هنا احتفالي يتقدم هذه الأسماء ابن فروزن باور في المرتبة الأولى. المطاردة تأتي من قبل تنافسي وكذلك الخشف الطروب في القدوم من الخارج. هنا مجحم يبدأ الاستحثاث من قبل سيف البلوشي في المرتبة الرابعة. هنا انضم استحثاث للقدوم للمرتبة الرابعة الخامسة والتقدم لازال الاحتفالي يقود هذه الأسماء بطولين تقريبا. هنا المنعطف الأخير هنا احتفالي يقود هذه الأسماء. هنا مجحم يبدأ الإغارة الآن من الخارج لمطاردة احتفالي صاحب الصدارة في المركز الأول. مجحم يبدأ الظهور الآن في المرتبة الثانية بوضوح للقدوم من الخارج. احتفالي احتفالي مجحم هنا فاصل تنافسي مثير. احتفالي في الصدارة يحافظ حتى الآن. مجحم استحثاث للقدوم. مجحم بالفعل يتقدم لانتزاع الصدارة والمركز الأول. ابن عالم يتقدم ليحصد الانتصار الثاني في سجل السباقي. ألف ألف مبروك لإسطبل العذبة للسباقات للمدرب لوكاس جايتن وللقيادة الموفقة لسيف البلوشي. ألف مبروك لإسطبل العذبة للسباقات. ينتصر في أحد أشواط الثوروبريد. يدخل هذه الفئة بقوة بن عالم مجحم المركز الأول. كان اسم ملفت يا سعود في البادوك مجحم. نعم ابن علم العام الماضي